السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا احلى متابعين؟ عاملين ايه؟ اهلا بيكم في قناة اكلة في دقيقة مع ياسمين. النهاردة صورت لكم مشترياتي بناء على طلبكم. ناس قالت لي يعني اعمل لنا فيديوهات توفير، فيديوهات عن المشتريات والاسعار. هقول لكم كل حاجة، سعر كل حاجة لوحديها، واقول لكم على حاجات كتير ان شاء الله. اعمل لكم افكار كتير للتفريز عشان شهر رمضان. بس يا ريت لو اول مره تشوفوا قناتي طبعا تعملوا اشتراك للقناه وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. اول حاجه انا جبت 2.5 كيلو لحمه مفرومه اهوت عشان هعمل معاكم جميع انواع التفريزات للحوم. دي لحمه جملي، جبت 2.5 كيلو، كل حاجه لوحدها يعني كل كيلو لوحده كده اهوت. هفرزها معاكم ان شاء الله وهعمل معاكم جميع انواع التفريزات بتاعت اللحمه، اللي هو تعصيج اللحمه واللحمه كفته البرغل وكفته الهمبرجر، كفته الفول الصويا، والحاجات كتير قوي هعملها لكم ان شاء الله. هحاول اعمل لكم كل حاجه في فيديو لوحديها واجمع لكم الفيديوهات مع بعض ان شاء الله. دي اول حاجه. بعد كده جبت معاكم طبعا الفول الصويا، بما اننا نعمل الهمبرجر فانا بحب اعمله بالفول الصويا. ده الربع عامل 9 جنيه، هو غالي للاسف. جبت الفول المدشوش، هنعمل معاكم فول مدشوش. الربع عامل 5 جنيه، وعامل معاكم فول نابت ان شاء الله. الربع عامل 5 جنيه برضو، وعامل معاكم كفتة البرغل. الربع عامل 4 جنيه، ودي الطحينة وعسل. ربع الطحينة عامل 10 جنيه، وربع العسل عامل 3.5 تقريبا. وكمان بما اننا هنعمل تفريزات للحوم فاحنا جبت الاطباق ديت. الطبق عامل بنص جنيه بس، جبت بعشرة جنيه اطباق بالشكل دوت، جبت 10 اطباق بس. الطبق عامل نص جنيه، يبقى دول ب5 جنيه، تمام. وللاسف جبت طماطم، الطماطم غليت، الكيلو بقى ب8 جنيه. جبت 1.5 كيلو طماطم، وجبت ب5 جنيه كاكاو وزيت زيتون. زيت زيتون مفيد جدا، ده ب20 جنيه، 150 جرام بس، 150 ملي. ده ب20 جنيه، مفيد جدا لو واحدة شربته على الريق، يعني مفيد ليه فوائد كتيرة جدا زيت الزيتون. بما اننا هنعمل همبرجر بقى وتفريزات، جبت اكياس الهمبرجر ب5 جنيه بس، الكيلو ب40 جنيه، جبت ب5 جنيه. وكمان شهر رمضان داخل علينا، جبت الكنافة. احسن طريقة تخزني فيها الكنافة في الفريزر، تجيبيها زي ما هي كده وتحطيها في الديب فريزر او في الفريزر بتاعك، وبعد ما تتلج تطلعيها تلاقيها بتتكسر بسهوله جدا، هتكسريها بسهوله جدا. ناس كتير سالتني على الكنافه. الكنافه وانت بتعمليها لازم تحطي عليها سمنه والسكر وتشوحيها كده اهوت، ايه، بالسمنه والسكر، وتقلبيها تخلي السكر والسمنه يخش في كل حاجه فيها. وجبنا كمان جلاش، لفه جلاش ب6 جنيه. ناس كتير برضو سالتني على الخبيزه، انا جبت الخبيزه ديت اهي، جبت الاتنين تقريبا عاملين 10 جنيه او 5 جنيه، والراجل قال لي 3 ب10، اخدت منه 2 ب5 جنيه. وكبت يبقى كمان شبت وكزبره وبقدونس، عشان هنعمل الكفته فلازم بقدونس للكفته. وجبنا كمان معاكم فراوله، لقيت الفراوله حلوه جدا وكيلو ب15 جنيه، فجبت كيلو فراوله كده اهوت. وعندي حاجات عايزه اطبعها في المطبخ او اغير تغييرات في المطبخ، فجبت الورق دوت. المتر عامل منه 6 جنيه، قولوا لي رايكم في التعليقات. ده بيتلزق في لزق، هحطه في المطبخ، تمام. جبت برضو متر بس غالي شوية، من نوع تاني مش بيتلزق، ده بيتفرش بس. جبت منه المتر عامل 12 جنيه، جبت متر واحد بس، لكن التاني جايبة منه 6 متر، عشان هغير حاجات في المطبخ كده وحاجات التجديدات بتاعت شهر رمضان. كل سنة وانتم طيبين. وكمان جبت دوت حافظ بتاع التلاجة، بيتفرش في التلاجة في الرفوف بتاع التلاجة، ده ب15 جنيه، وفي النوع الرخيص منه ب10 جنيه، بس الرخيص بيبوظ على طول، فانا جبت ابو 15 جنيه، ده احسن بكتير. دي كانت مشتريات النهاردة بتاعة الاسبوع دوت، او المشتريات اللي انا كنت محتاجاها. وجبت كمان عجوة عشان الصيام، اثنين وخميس في شهر رجب وشعبان، فجبت عجوة. الكيلو كان ب18، جبت نص كيلو بس، اللي يعني واحدة تاخد منه واحدتين على الفطار، سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. واشتريت كمان جبنة قريش، مفيدة جدا برضو، الواحد لو خدها على مفيدة جدا واحد لو خدها على الريق، يعني قطعة كده هوت، خصوصا للناس اللي عاملة رجيم، حلوة جدا جدا، الكيلو ب25.
اتمنى يا رب الفيديو يعجبكم واكون ضيفه خفيفه عليكم. ما تنسوش طبعا من الدعاء والتعليق، تكتبولي تعليق واللايك والاشتراك في القناه. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.